الوضعيه مزريه وقاعد الديغراد دو جور اون جور. كي تشوف هيك المنظر صح جميل بصح وراء الداخل في العمارات لي زاسونسور ما يمشيوش، عندنا الوشواشه عامله حاله، لي فون دو ميناج ما كانش، عندنا العمارات العمارات العساسه ما كانش خلاه، عندنا 5 سنين ما كانش اهمال تسيب، الاناره الليليه ما كانش خلاه، ولات اوكار تاع الناس اللي دروغي اللي يجيو هنا. كان لو بروبليم الكبير هو سي ليتونشيتي، لي ريزيرفوار راهم في حاله فوق لي موتور تاع لي زاسونسور، وشوفوا انتم ايماجيني وبركة لا كاتاستروف فوق لي موتور. كاين انشغالات قدمناها كتابيين، عده مراسلات سواء للوكاله العدل للتسيير العقاري والمديريه العامه، لكن الى حد الساعه ما كان حتى استجابه من اي طرف، وحنا رانا نخلصوا في الليشارج تاعنا شاك موا ما غير ما كاين مقابل من ناحيه الاخرى من وكاله العدل مش ملتزمه بالالتزامات تاعها، وهذا يخلينا نتسائلوا وعلاه نخلصوا في الليشارج باش تولي الحاله متدهوره كيما هكا، ما تساعدناش وما هيش منطقيه وما هيش قانونيه.